يعد مستشفى الكويت دبي أحد المستشفيات التابعة لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ويقدم خدمات ليس فقط لسكان إمارة دبي بل أيضاً للحالات المحولة من المستشفيات للإمارات الأخرى. ويتميز مستشفى الكويت دبي بتقديم خدمات سريعة في العيادات الخارجية وخدمة العيادة الافتراضية لتسهيل متابعة المرضى عن بعد. ولضمان جودة الخدمات العلاجية، فإن المستشفى معتمد من اللجنة الدولية المشتركة للاعتماد الصحي منذ عام 2015. تماشياً مع التحول الرقمي، تم تسهيل دخول الخدمات الإجرائية في المستشفى عبر رمز الاستجابة السريعة QR Code. ولتوفير وقت وجهد متعاملينا، تم توفير خدمة التوصيل المنزلي للأدوية، وخاصة لكبار السن وأصحاب الهمم، ويتم التواصل معهم لإعطائهم التعليمات الدوائية. ويتميز قسم العلاج الطبيعي بالأطباء والكوادر المدربة والمعتمدة باستخدام أحدث الطرق العلاجية، بما في ذلك الكي ليزر والتكار. يتميز قسم الأنف والأذن والحنجرة بتقديم خدمات تشخيصية وعلاجية مواكبة لآخر التطورات، مثل عملية زراعة القوقعة السمعية وعمليات الغدد اللعابية بالمنظار واستخدام البلازما الحرارية لعلاج الشخير وتقنية البالون في بعض العمليات للجيوب الأنفية. في عيادة الباطنية وللكشف المبكر عن الاعتلال العصبي لمرضى السكر، نقدم خدمة فحص الأعصاب الطرفية في دقيقتين. ولتعزيز رفاهية المتعاملين في الأقسام الداخلية، فقد تم توفير جناح كبار الشخصيات. صحتكم محور اهتمامنا.